عم تمرن منيح واكل قليل مع هيك وزن ثابت. السبب لهذا الشيء هو المي. الجسم ممكن يخزن مي زياده لعده اسباب. اولا الملح والصوديوم، لما بنكثر ملح بالاكل بالتالي الجسم بيخزن مي زياده، فهذا بيكون وزن مي زياده. والحل لهذا الشيء هو نخفف استهلاكنا للملح لحتى نطلع المي الزايد من الجسم ونخسر وزن. السبب الثاني اللي الجسم بيخزن مي زياده هو لانه ما بنشرب مي كثير، ما بناخذ حاجتنا من المي، فالجسم بيضطر انه يخزن هاي المي اللي عم يشربها حتى لو كانت قليله خوفا من الجفاف والعطش. والحل لهذا الشيء هو انه نشرب مي كافيه باليوم لحتى نطلع المي الزياده بالجسم، يعني نشرب مي لنتخلص من المي. السبب الثالث للجسم انه بيخزن مي سبب نقص البوتاسيوم، لازم ناكل موز منيح، خضروات منيحه وسلطات لحتى نعوض نقص البوتاسيوم، وهيك بصير في استقرار بين البوتاسيوم والصوديوم، هي المعادله حتى نتخلص من المي الزايد بالجسم ونعمل استقرار بالسوائل. والحل باختصار هو نخفف من اكل الملح، نكثر من شرب المي، ونعوض جسمنا باكل كفايه من الموز والخضروات والسلطات.